للمرة السابعة عقد في قصر المؤتمرات بأربيل اجتماع الأحزاب الخمس الرئيسية: الديمقراطي الكردستاني والتغيير والاتحاد الوطني والجماعة والاتحاد الإسلاميين لبحث أزمة الرئاسة. كان من المفترض أن يكون حاسما، لكن رئيس ديوان الرئاسة فؤاد حسين أبلغ الصحفيين بعد انتهاء الاجتماع أن تقدما قد حصل، معربا عن أمله أن يكون الاجتماع الثامن هو الأخير. طلب الأحزاب العودة إلى أحزابهم لدراسة هذه المقترحات، لتهيئة الأجواء للاجتماع القادم والذي سوف ينعقد يوم الخميس القادم. الاتحاد الإسلامي الكردستاني قدم مقترحاً جديداً في الاجتماع بحسب أعضاء في هذا الحزب، دون الإشارة إلى مضمونه ومدى تقبله من قبل الأطراف السياسية. هناك الالتزام كل طرف بمواقفه وآرائه، ولو كان هناك تناسلات واحترام الرأي الشارع الكردي لكان هناك اتفاق. نحن قدمنا مبادرة التوافق بين الأطراف، والآن مصرون أو مستمرون على أن يوصل هذه أن يتوصل الأطراف من قبل هذه المبادرة إلى حل توافقي إن شاء الله. اجتماع اليوم اعتبره متابعون استمرار لمسلسل دوامة التأجيل الذي سيكلف الوضع السياسي الكثير وسيعاني من تبعاته المواطن الكردستاني. المشكلة في الوقت، لأن نحن بحاجة إلى أن نحقق هذه المعالجة بأسرع وقت، خاصة أن هذه الأزمة باتت تؤثر حتى على العلاقات السياسية وتؤثر حتى على الثقة بين الأطراف السياسية في إقليم كردستان. لكن رئيس ديوان رئاسة الإقليم قال في مؤتمره الصحفي إنه على الرغم من التأخير الحاصل في الوصول إلى حل لأزمة الرئاسة، إلا أن هذه المسائل مهمة وتخص مستقبل شعب كردستان بحسب تعبيره. يوسف المندلاوي، الحرة، أربيل.